ايه يا حبيبتي بتعمل ايه ده كله؟ زي ما انت شايف. تعرف ان انا مش مصدق روحي من السعادة يا ابوي. معقولة يا نهلة؟ معقولة الحلم بقى حقيقة؟ انا بحبك اوي. انا مش متصورة انا ممكن اعيش من غيرك لحظة واحدة. ان شاء الله يا حبيبتي مفيش اي شيء ممكن يبعدنا عن بعض لحظة واحدة. ان شاء الله. ما تاجم اقول لك حاجة. ايه رأيك لو تقولها هنا؟ لا ما ينفعش اقولها هنا لانه هما كلمتين اتنين. اول حاجة كنت عايز اقولك ان انا بحبك قوي قوي. ثاني حاجة لا مؤاخذة يا خال، ما كانش المفروض احمد يسيب البيت واصل. لو قلت لك ان انا اللي اجبرته على كده. ليه بس يا خال الحاج؟ انت تعرف دلوقتي ان احمد في ورطه، يعني المفروض كنا نكون جاره، مش معقوله يعني كنا نتخلى عنيه. ادهالك يا غريب، الحصول حصل وخلاص يا اخي. يا خال انا خايف من اللي جاي. استغفر الله العظيم. تقصد جابر؟ لا ما تخافش، جابر انا حذرته، قلت له لو مس شعره من راس احمد ولدي هيدفع قصادها عمره كله. احنا مش عايزين الحال يوصل لكده. جابر دلوك عامل زي البطيحه طايح في كل اللي حواليه. فكرك جابر ممكن يأذي احمد بعد الكلام اللي قلته له؟ يا خال الحاج انت تعرف كديه جابر دماغه ناشفه ويكره احمد من زمان، ودلوك الفرصه جات لحد عنديه. وبعدين يا غريب وبعدين؟ انت بالشكل ده هتخلي مخي يودي ويجيب يا ولدي. شوف يا خال الحاج، انا حنزل دلوك على الناجح، هروح اتطقس اشوف جابر ناوي يعمل حاجه كده ولا ارجع لك على طول. روح روح بس ما تعوقش. مسافه السكه ورجع لك طوالي. سلام عليكم. عليكم السلام. اسكتي يا وليه اسكتي، النار مش ناقصه اللي يولعها. كفايه ابنك كان عايز يقتل ولد عمه وضيعه وضيع نفسه معاه. روح شوفي بنتك هوري. حاضر يا عمده حاضر. الدنيا مغفلقه كده ليه؟ وما تجيش لك انت اللي عبجيف. ربنا ينهي الموالد على خير. لا يا تاخدكم عاملين الحال يا امار. افتح يا تهاني واستهدي بالله يا بنتي. عاملين الحال دلوقتي يا اما. افتح يا تهاني، افتح لاجل خاطر امك يا بنتي. عاملوا لي حالي، عاملوا لي حالي، كلكم عاملوا لي حالي. كده برضك، كده برضك يا احمد، كده يا ولد عمي. ما كانش العشب يا احمد، ما كانش العشب. كذاب كذاب، كلكم كذابين، كلكم كذابين، كلكم كذابين، كلكم كذابين. صباح الخير يا قمر. صباح النور يا روح مامي. على فين يا حبيبي؟ بصي بقى يا ست مامي، انا مستعجله جدا، هطلع الاول اروح الكوافير وبعد كده هطلع لخطوبه واحده صاحبتي. ايه رايك؟ حلو حلو قوي. امر يا حبيبي انت تروحي وما تتاخريش. حاضر. انا عارفه ان انت على طول قلقانه عليا. خلاص يا مامي بقى انا كبرت. ولا هتكبري عمرك. باي باي. حاضر. باي باي. متشكره قوي، بس يا ريت لو قابلت او عرفت عنه اي اخبار تبلغني على طول. مع السلامة. شكري. لقيته شكري؟ شكري رد عليا. البساطة الغريبة دي، رد عليا يا رب، قولي لقيت الولد ولا لا. أنا سألت عليه في كل حتة عند كل أصحابه وكل اللي يعرفوه، ما لقيتلوش خبر. يا راجل أنت هتلاقيني رد عليا سايبني ورايح فين؟ البارود اللي أنت فيه ده هو ابني لوحدي ولا ابنك أنت كمان؟
بص بقى يا شكر، زي ما طردت الولد من البيت لازم ترجعه لي تاني. ما هو كل ده نتيجة دلعك وتربيتك الغلط ليه؟ ابني مش متربي غلط، ابني متربي أحسن تربية. بأمارة إيه؟ بأمارة إيه فهميني؟ بأمارة الفلوس اللي مد إيده عليها؟ ولا بأمارة السهرات الصباحي؟ فوقي فوقي واعترفي بالحقيقة المرة واحدة في حياتك، يمكن نقدر نصلح اللي أنت بوظتيه في البيت ده. يا ساتر عليكي، يا ساتر عليكي وعلى عمايلك. احب على ودك يا حاج. فاك يا بدرية. ارضى عني، خليه عام، خليه يرجع الدار يا حاج. فاكرك انا مرتاح اياك وهو بعيد عني؟ يعني خلاص رضيت عنيه؟ رضى عنيه كيف يا بدرية؟ خلاص كيف؟ احمد اختار طريقه ولازم ان يدفع الثمن. احمد عصاني، احمد باع سنين طويله عشناها عشانه، باعني وباعك وباع اهله وناسه، ما فكرش غير في نفسه بس. كلنا بنغلط يا حاج. صح، عندك حق، كلنا بنغلط، بس في غلط يتداوى وغلط عمر الزمن ما يداويه. فكرك انا انعست ولا دقت طعم النوم من وقت اللي عمله؟ حاسه بيك يا اخوي. يبقى سيبيني في حالي يا بدريه، سيبيني داري همي جوايا.